يا اهلا بيكم. هنعمل النهارده بخور الزعفران، طبعا ريحته مميزه وجميله، تنفع في الاجواء والاعداد بتاعت الشاي اللي هي الشاي الاحمر، الشاي الكرك، اسمها اعداد القهوه كمان. ريحته مميزه وجميله وتحفه. تعالوا اوريكم بقى الطريقه. دي المكونات بتاعتنا. هنحتاج خشب الصندل كوبايه وسط من خشب الصندل باودر، لو ما فيش خشب الصندل باودر ممكن اي خشب مبسوس عادي ينفع للبخور. وهنا المكونات التانية معايا: مسك حجري وحجر الجاوي او الجاوني الاحمر وزعفران شكله بالشكل ده، ومعايا الورد الجوري، الورد المحمدي، الورد البلدي او براعم الورد الصغيرة لكذا اسم. بس احنا هنشيل الحتة الناشفة الخضراء اللي بتحت دي، دي في البخور بتطلع ريحة سيئة فلازم نشيلها ونتخلص منها، ونستعمل بس الورق. شيلها بسيط جدا بالشكل ده. هنعوز حوالي نص كوباية منها مع معلقة مسك حجر كبير، معلقة كبيرة من الزعفران، ومعلقتين كبار من حجر الجاوني الأحمر أو الجاوي، ناس بتسميه جاوني ناس بتسميه جاوي. بالنسبة بقى للزيوت العطرية، هنحط هنا زيت الصندل العطري وزيت الورد الإسطنبولي العطري، برضو زيت الورد الإسطنبولي هيمشي هنا مع الورد الجوري اللي عندنا، وعندي زيت المسك الأبيض، عندي هنا زيت عطري للزعفران الأبيض اسمه ده زيت الزعفران الأبيض، وزيت عطري للزعفران الأحمر. الفرق بين الأبيض والأحمر في الزعفران إنه الأحمر ريحته قوية عن الأبيض بكتير. المكونات دي الناشفة هسحنها كلها تكون ناعمة في السحانة، هحطها كلها، بس حجر الجاوي مش هقدر احطه معاهم، لازم اكسره الاول. وبعد ما كسرت حجر الجاوني عشان بس ما يكسر ليش السحانة، هحطه معاهم بقى في السحانة. هو هش، هو هش اكتر كمان من حجر المسك، يعني اول دقة على طول. حط المكونات اللي انا طحنتها، هيكون لونها كده جميل، لون محمر حلو جدا. هحط المكونات دي مع خشب الصندل واقلبهم كويس لحد لما الاتنين يتمزجوا مع بعض. هاجي عند الزيوت العطرية واخلطها. حوالي 24 او 25 جرام من زيت الورد الاسطنبولي، هو الزيت هنا انا عملته شوية زيادة لانه بعد شوية البخور ده كله هيشرب الزيت. وهنحط حوالي 6-7 جرام من الزعفران الأحمر، زي ما قلت الزعفران الأحمر أقوى في ريحته من الزعفران الأبيض. وحوالي 25 جرام من زيت المسك العطري أو المسك الأبيض. والزعفران الأبيض هحط حوالي 20 جرام منه.
والباقي هحط زيت الصندل لحد لما أكمل مجموع الزيوت كلها اللي هو 100 جرام، يعني من 75 جرام ل100 جرام. هنا الكبيرة خلصت، فهزود من ده من زيت الصندل، ده زيت صندل برضو. هخلط المكونات السائلة دي مع بعضيها وأحطها على المكونات الجافة. بعد كده هركنها كده حوالي 3 ساعات على جنب لحد لما تتشرب الزيوت شوية، وهاجي هعمل الشيرة بتاعة البخور. الشيرة انا جبت هنا كوباية صغيرة من السكر، هحط عليها رشة زعفران بسيطة، الزعفران الكمية القليلة منه بيعمل ريحة قوية، وهعمل عصرة ليمونة وهحط ماء ورد، مش هحط مية عادية، لا هحط ماء ورد لحد يدوبك لما تغطي السكر. هنا في بذرة ليمون وقعت، لازم نشيلها عشان ما تعملش ريحة مرة كده. هروح ارفعه على النار، دي شيرة البخور اللي بالزعفران مش اي بخور. هنلاقي لونه ابتدى يصفر من الزعفران نفسه، ابتدى يطلع النكهة بتاعته جوه السكر وابتدى يصفر، وريحته بقت كده حلوة. ماء الورد والزعفران بيعملوا ريحة حلوة كده. خلاص كفاية، هركنها بقى على جنب لحد لما تبرد خالص درجة حرارة الغرفة. كده برد تماما بدرجة حرارة الغرفة وهدي. مش هحط السكر ده كله مرة واحدة، لأن السكر قلنا لما يزيد ما بيكونش كويس، ريحة البخور بتتحرق على طول وبتطلع النكهة كده مش حلوة يعني. هنحط شوية شوية منه ونقلبه لحد لما نلاقيها ابتدت تتشكل معانا وبقت عاملة زي الكورة. هنا بختبر التماسك بتاعها، طبعا لسه تاني محتاجة شوية سكر، هنحط شوية شوية عشان ما يكونش عندنا سكر كتير، واللي يفيض الباقي هنحفظه في برطمان ونخليه في التلاجة عشان هنستعمله في استعمال تاني للبخور. بعد كده هنشكل البخور كور كور او حسب التشكيلة اللي احنا محتاجينها، ونفردها في صينية لحد بكرة بس، يعني لحد تاني يوم، عشان في الأوضة جوه عشان يهدى شوية ما يكونش طري.
ونعبيه جوه برطمانات زجاجية، نغطيه كويس. الكمية لو الكمية كتيرة علينا شوية هنحط الكمية الباقية في التلاجة. وأحلى بخور زعفران.